مقدمة طلب لوزارة الصحة بشأن التعاقد على في العنايات والحضانات بالنسبة لنفقة الدولة، ورحت الوزارة وتناقشنا ومع دكتور أحمد محي مساعد الوزيرة ودكتور عماد كاظم ودكتور شريف وديع ودكتور خالد عاطف، كل القائمين على مبادرة قوائم الانتظار. الاقتراح بتاعي كان أننا نعتبر الرعايات والحضانات أنها ضمن تخصص ضمن المبادرة، ويتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة، لأن طبعا كلنا في كل محافظات مصر بنعاني من نقص العنايات المركزة ونقص الحضانات، وطول الوقت بندور ومش لاقيين. فالحمد لله أنا بحب أزف البشرة دي للناس وأطمنهم إن الحمد لله بعد نقاش وبعد ما درسنا الموضوع كويس، فتوصلنا إن شاء الله إلى التنفيذ، وتم إن في لقاء حصل مع المستشفيات الخاصة علشان العرض المقدم من الوزارة للتعاقد، وكتير من المستشفيات الخاصة إن شاء الله هتدخل في التعاقد. وأنا بدعو أي مستشفى خاصة إنها تكون عندها كل المواصفات الجيدة، لأن إحنا مش بنقول إن المريض بتاعنا، لازم لما نوديه أي مستشفى إن هو هندفع له فلوس، فلازم هو كمان ياخد الخدمة المحترمة الممتازة اللي بياخدها المريض اللي بيدفع فلوس في مستشفى خاصة. إن هم الحابب من المستشفى الخاصة إن هو يتعاقد مع وزارة الصحة، فهو يروح ويقدم ويتعاقد معهم بالأسعار المقترحة، اللي هي بنقول إن أول يوم كحد أقصى 4000 جنيه، تاني يوم 3000 جنيه، تالت يوم 2000 جنيه، والحضانات 500 جنيه. ده بالنسبة للمستشفيات اللي حابة إنها تتعاقد مع وزارة الصحة، وإن شاء الله بإذن الله يتم تنفيذ المبادرة قريب، لأن وضع الإطار العام ليها وتبقى بادرة أمل كتير من المرضى اللي بتقعد في الطوارئ والاستقبال مستنية لما تلاقي سرير يفضى. ودي خطوة كويسة إن شاء الله تخدم ناس كتير. شكرا لكم.